مشاهدينا الأشواق تيفي، أهلا ومرحبا بكم. كنتواجد معكم بمنطقة سيدي البرنوسي. حديث الساعة اليوم هنا هو تحرير الملك العمومي. كنا كنعرفوا الخطورة اللي كيشكلها يعني استغلال الملك العمومي على يعني الحياة ديال الراجلين بالأخص، وكذلك حتى تشويه الصورة ديال أو الجمالية ديال المدينة. اليوم السلطات ديال سيدي البرنوسي حاولوا أنهم يشنوا أكبر حملة لتحرير الملك العمومي، وهذا الشيء اللي غادي تشوفوا معنا في هذا الفيديو. السلام عليكم. اليوم كنشوفوا اكبر حمله لتحرير الملك العمومي، يعني انتم كساكنين هنايا كيف جاتكم هذه الحمله؟ هو بصراحه شنقول لك، هذه بديره نتمنوا من الله الطول، لان دابا الشارع عاد ولا كيبان، الشجر عاد ولا كيبان، النخل عاد ولا كيبان، وقبل كان اللي تكى على شي شجره ولا شي طبيعه كيدير عليها صور. دابا الحمد لله، الحمد لله نتمنوا من الله شي طول ويكون بجديه. هذا هو اللي كاين. كان شويه ديال الضيق في الاول. كان الضيق، كان بمعنى الكلمه. راه الان باقي الضيق. راه الصراحه راه باقي ما يدار الداخل مزيان. غير هو نتمنوا من الله هذا الشيء يكون ما يوقفوش عليه. يعني يبقى غادي مستمرين. لان دابا راه وليت هبطت مع الشارع هذاك اللي تحت علي، وليت كيبان لك النخل ويبان لك الشجار ويبان لك واحد طريقه الساحات. نطلبوا من الله يبقاو يجتهدوا. يعني كان هذا الشيء كيشكل واحد الخطوره خاصه على الراجلين، وكيكونوا حوادث السير. وبالفعل انا راه ساكن هنا، راه ما كدوش من الطريق هذه، راه ما كدوزك هذه. هذه الطريق هذه قبل راه ما كدوش منها، راه كانت مزيره، راه ما عندكش كدوز، يدوز واحد تسنى حتى تيكروازيك. لا دابا الحمد لله نتمنى من الله هذا الشيء يطول، ما يوقفوش عليه. يطول وكاع اللي باقي عنده شي تخشيشه يحيدها. وهما كيحاربوا الكاريان ولا هذا بحال الكاريان، كيجي يدير لك براكه ويدير لك هذه ويدير هذه، راه هذا الشيء راه عيب، راه هذه راه صورة كاريان، يعني راه كثير، راه في البرنوسي راه ضيع، هما كيحاربوا الكاريانات، ولا دخلتي وسط البرنوسي كيبان لك الناس دايره العشاش كاريان كاريان. لا خاص هذا الشيء يستمر وتبارك الله عليهم. حتى السكينه كنشوفهم انه كاين واحد التجاوب مع السلطات. الحمد لله، انا يلاه وقفت مع الناس ديال الشرطه قلت لهم تبارك الله عليكم، هذا الشيء راه كيبشر بالخير والله العظيم. دابا الصراحه راه خاص هذا الشيء يستمر، اللي مهم هو ما خاص يوقفوا عليه، ماشي غير غدا بتغدا عاود يرجعوا ثاني يرموا البرارك ديالهم. هاني الله يكمل اخوتي اللي بغينا. شنو الرساله ديالك للناس اللي كيحاولوا انهم يشوهوا من الصوره ديال المدينه، وحنا كنعرفوا ان مدينه الدار البيضاء ماشي كباقي المدن، يعني كتلعب واحد الدور خاصه في السياحه في الصوره ديال المغرب. بالفعل هذوك الناس كتلقى مستافد، ومستافد ماشي مدير، كيقولوا مغطي بديل الناس عريان. اما الانسان اللي عارف اش كيقول راه يقول لك هذا الشيء راه مزيان، راه بالعكس شكون هذا اللي غيقول لك لا هذا الشيء ما خدامش؟ رغم ان كاين كيقول كيفاش هادشي تدار، فهمتيني؟ راه خاص مراجعه. خاصها مراجعه، لحقاش شكون كيرخص لهم؟ هذا هو المشكل. واش صافي كدير 400 متر وانت ساكن في دار فيها 50 متر؟ اذا شفت حنا حتى المواطن خاصو يتعاون شويه مع الصوره. وبالفعل هذه راه بديره حسنه، راه مزيانه، راه الصراحه راه ما كاينش اللي غيقول شي كلمه خايبه الا الناس اللي مستافده. واش تجيتي للخلو ودرتي جليج ودرتي طواليط ودرتي شراجم ودرتي زعلوله وانت ساكن في دار فيها 50 متر؟ انت كتصدق شاد 400 متر 400 500؟ والله صعوبه، هادشي كنتمنى من الله ما يوقفش، خاصو يبقى مستمر. كتقاد الوقت راه هبطتي قلت دابا والله حتى كتشم ريحه الشجر الحمد لله. والله العظيم الطريق راه تنفسات، نطلبوا من الله انا اللي كنبغي وهو ما يوقفوش على هادشي، خاصو يستمر. ماشي اليوم غدا ويميكوا عليهم غدا ويرجعوا ثاني يديروا القزادر ديالهم.
حاجة كنزة من البرنوسي، جينا اليوم شفناك فرحانة ناشطة في هذا المكان هذا، يعني واش تحرير الملك العمومي يعني خلاك ناشطة بحال هكا للدرجة؟ السلام عليك بعدا ولدي، تبارك الله عليكم، وهذه الصحافة ديالكم أشواقة كنحييها، واش غنقول لك ما شاء الله. وأنا ما تشد عليا تقول لي فرحانة، أنا ماشي فرحانة، أنا شفت بعيني، واللي شفت بعيني غادي نقولوا. أنا كنقول عيش السلطات وعيش الحكومة وعيش المخزن، بأن هاد الناس راهم ديالهم، ها قلنا كان ديالهم، ولكن شحال من عام هما مستغلينه، مستغلين هاد الأرض. راه المخزن لا كاين شي أرض ديالو، راه كيخليها لك تستغلها وكتبقى عايش فيها 40 عام 50 عام، واحد الوقت غيبغي راه باغي ياخذها، حيت هذا ملك عمومي، هذا ديال الراجلين، ماشي ديال الناس يديروا جرادي. راه كاين دابا اللي يدير جرده والله العظيم تقطع منه ورده، والله ما يخليك حتى تفلك على وجهك. راه كاين اللي يدير هاد الجرادي لو قفتي حدا الباب يجري عليك، وماشي ديالو، ماشي الملك ديالو. دابا هاد الشيء اللي داروا والله الا انا غنقول بعدا مزيان مزيان، حيت هاد الشيء ماشي غير دابا، هاد الشيء راه من وقيله شحال، ما نقدرش نقول 2000 واش كان بلجيكا وايتبراي حتى هما تقرر على المسطره، ودابا ولي كتمشي من داك الشارع ولا بان كبير وزوين والناس تنقات، وما بقاش هاد البني العشوائي. انا كنقول لي هذا بني عشوائي، حيت هو عنده عماره هي ديالو، ولكن كيزيدوا داك القص داروا البرارك كيولي عشوائي. دابا حنا دايزين ما غنشوفوش، ولكن الا كاينه شي طياره من الفوق غتشوف هذاك الشيء، هذيك الحاله ديالنا راه ماشي حاله يرثى لها. كان شويه ديال الضيق، وحتى هذا الشيء كيشكل واحد الخطوره على الراجلين اللي ما كيلقاوش فين غادي يمشي. ولدي راه هذا الشيء ماشي يشكل خطوره على حتى الدراري الصغار، المراه غادا بكروسه غادا جره وليدها راه ما كتلقاش منين تدوز، حيت هو راه داير جرده، راه حبس خلى غير التطوار، كيبقى غادي بديك الجرده كيوصل التطوار، ملي كيوصل التطوار ما خلاش الراجل المسكين غيمشي. ها هما السيارات هما بالينا الشارعه هما دايزين، ولكن باش غيمشي الراجل راه ما كاينش، وكاين هنا مدرسه ديال الدراري باش غيخرجوا الوليدات مساكن بزوم ديك البلاصه اللي داير هو فيها جرده، ما كيلقاوش الولاد ما كيمشيو، كيتموا غادي وسط الشانطي، كيوقعوا لك السيد بلا قياس. من هذا الكلام كله حاجه زوينه كنشوفوا ان بعض الساكنه تقبلوا الامر بكل اريحيه، يعني عادي انهم ايام من طبيعه الحال شفتهم، انا شفت ناس هما كيتعاونوا معاهم ما قالوا حتى شي، وكاين الناس اللي مستغلين الارض وكارينها، راه كاينين الناس دايرين بيوت وكارينهم. انا نعطيك واحد النقطه شفتهم انا بعينيا، دايرين بيوت كارينهم ومستغلين هذاك الملك العمومي ديال المخزن ديال الحكومه، مستغلين وكارين كيتخلصوا فيه من شهر لشهر. واش عندهم الحق؟ انا نقول ما عندهمش الحق، وراه ربي كيشوف فيا، ولا بغاو هما يقولوا دابا يعايروا ولا يسبوا، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، حتى هذيك الارض ماشي ديالو، اللي غيشدها هو يدير فيها دار وبيت وكوزينه ويكري، حيت هو ما عندوش لا باش يخلص تريته لا، ما نبغيش انا هكاك. الحاجه الزوينه اللي لاحظناها هي احترام حرمه المسجد، يعني كنشوفوا ان يعني قدام الجامع ما قاسوش. انا هذا هو اللي عجبني، وعلاش شتيني تنضحك وشتيني فرحانه، وراه شتيني درت من تماك وجيت حضرت من على المسجد، بانت لي الجرده والنافوره وكل شيء، سبحان الله داك الشيء غزال القلب تيفرح، ولكن من وراه القصدير والبرارك وما عرفت شنو كان، راه تحيد، راه مزيان. انا كنقول هذا الشيء اللي كيديروا راه مزيان. دابا تنفسات سيدي البرنوسي راه مزيان، راه هذا الشيء ماشي سيدي البرنوسي كامل، راه طريق، راه كل شيء. وشكرا شكرا للسلطات، وشكرا للعميل والقيد والرجال الدرك وكل شيء، كنشكرهم انا بزاف كاع بان هذا الشيء لهذه بديره وطنيه، بديره بديره زوينه، بان اتسع البرنوسي غيولي البرنوسي زوين نقي، ما غيبقى لا بني عشوائي لا والو. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.